عبر الهاتف المزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي أرحب بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. نعم أشكرك. إذا كيف تصف ما وصل إليه الاقتصاد القطري؟ يمكن الاقتصاد بشكل عام بعد طبعا المقاطعة يمكن دوت أثر بشكل واضح على ثقة المستثمرين أكيد في الاقتصاد القطري. المشاكل حتى اللي موجودة لدى العمال القطريين ودي يمكن حتى واضحة جدا من بعد يمكن فوز قطر باستضافة كأس العالم، ودي يمكن مشاكل لأن احنا حتى بنتكلم على العمالة حوالي 95% من العمالة اللي موجودة في قطر هي عمالة أجنبية، فدي كمان مشاكل مش بتأثر بس على العمال الوافدين أو عمال أجانب في قطر، لكن كمان حتى المستثمر فكرة تخبيط إن هو يعني يقيم استثمارات مباشرة ده كمان بيأثر بالسلب على تواجده وعلى حقوق العمال هناك، وعلى كمان فكرة إن يبقى في فعلا مصداقية في كتير من القرارات الخاصة بالتعامل ما بين الحكومة القطرية وبين المستثمرين بشكل كبير. دي مشكلة أساسية أصبحت موجودة. كمان إزاي إن في اتجاهات واضحة جدا اتجاه الحكومة القطرية على كثير من السياسات اللي بتعادي بيها الاستثمارات العربية وعدم وجود تعاون واضح ما بينها وما بين الدول العربية والسعي دي مصالح. طيب دكتور علي، كما تفضلت بالذكر أنه من أحد جوانب ربما انهيار الاقتصاد القطري نتحدث على عدم الوفاء بالتزامات الحكومة القطرية تجاه المستثمرين في الداخل القطري، هل لك أن تلقي لنا مزيد من الضوء عن هذه النقطة تحديداً؟ يمكن دوت بقى واضح جدا في الجزء الخاص بقطاع التشييد والبناء، وده يمكن اللي واضح لان شايفين ازاي ان مفيش وفاء نتيجه الالتزامات او الحقوق الخاصه بالمستثمرين او الخاصه بالعمال، في سعي سريع جدا وفي يعني يمكن خطوات سريعه جدا الحكومه القطريه بتسعى ليها لبناء الاستادات وتأهيل الدولة لاستضافة حدث مهم زي كأس العالم، بالرغم ان يمكن يعني خلينا نقول ان عدد سكان قطر زاد يمكن الضعف في السنوات القليلة الماضية نتيجة الجهود اللي بتبذلها علشان تقدر ان هي تستضيف كأس العالم. نعم. ودي كمان يمكن بتخلي كتير من المليارات اللي المفروض ان هي بتذهب ليه هذه الاستثمارات، لكن قطر بتتخطى كثير من المشاكل اللي ممكن تكون وبتظهر لتحقيق هدف واحد بس وهو استضافه كاس العالم، سواء عن طريق الفساد في بدايه الامر للحصول ودفع رشاوى للحصول على هذا الحدث، او عدم الوفاء بحقوق العمال او بعض الشركات في قطاع التشييد والبناء على وجه التحديد. نعم. طيب دكتور علي، فيما يتعلق بكأس العالم 2022، يعني قطر تبذل مجهود كبير للانتهاء من عمليات التشييد لاستضافة كأس العالم 2022، وذلك لأنها ربما ترجح أن فعاليات كأس العالم ستدر عليها أموال كبيرة بسبب، إذا صح القول، يعني عدد السياحة الهائلة التي من المفترض أن تكون موجودة في هذا الوقت في قطر 2022. ولكن مع كل ما تمر به قطر، سواء ما نتحدث فيه عن انهيار اقتصادي في الداخل القطري، عن دعم إرهاب، عن مساندتها للجانب التركي في هذا الوقت، هل 2022 يعني ستأتي بما تأمل به قطر؟ ما اعتقدش، لان يمكن للاسف الشديد العلاقات يعني المتوترة جدا ما بينها وما بين كثير من الدول. صحيح. بجانب كمان عدم وجود علاقات ما بين خمس دول من الدول الكبار في المنطقة وعلى رأسهم مصر، ده كمان بيأثر على خطوط الطيران، بيأثر على عدم وجود أي شكل من أشكال التعاون في استضافة حدث مهم جدا. شايفين الفترات اللي فاتت كان في دايما تشكيك في عدم قدرة قطر على استضافة كأس العالم بنفس القوة اللي فعلا شفناها في المحافل السابقة دي كلها. يمكن
مخاوف ومخاوف ومزاعم على اساس واضح نتيجه عدم القدره بشكل كبير على استضافه الحدث دوت بنفس القوه، لان كمان كان في يمكن التجربه اللي حصلت بالنسبه للالعاب الاولمبيه كانت موجوده. صحيح. ودي يمكن كانت العاب القوه، وكان يمكن الحدث دوت كتير من اللاعبين اشتكوا من حراره الجو، اشتكوا من عدم فعلا كفاءه، لان خلينا نقول ان طبيعه الطقس وكمان طبيعه الدويله يعني انجاز التعبير كمان مش دوله ما تقدرش ان هي تستضيف حدث محفل بهذا القوه، وموضوع ان هو حتى السياحه وتتضاعف وان هي تقدر تحقق ايرادات كبيره جدا من هذا الحدث. يعني انا خلينا نقول ان في النهايه احنا يعني محكومين بمساحه ومحكومين بكثير من القيود اللي مستحيل ان هي تحقق الارباح دي كلها، لكن الغرض من الموضوع مش الارباح، ولكن الغرض ازاي ان قطر تبقى على الساحه العالميه، ازاي ان هي تتعرف، ازاي ان هي يبقى ليها تواجد في المنطقه. هو دوت يمكن الهدف. نعم، ربما فيما يتعلق بألعاب القوة تحديدا دكتور علي، كما تفضلت بالذكر، يعني ليس فقط كان هناك شكوى من اللاعبين في هذه البطولة، ولكن حتى فيما يتعلق بالحاضرين لألعاب القوة، يعني ربما عقدت هذه البطولة تحت بند لم يحضر أحد، وكانت فضيحة قطرية في كل المحافل دكتور علي. بالضبط، ودي كمان اللي يمكن بشكل واضح اكدت كمان المزاعم بالنسبه لكاس العالم ومشاكل الاستضافه ومشاكل ازاي ان يبقى في سياحه في الفتره اللي جايه. فعشان كده حتى يمكن موضوع الايرادات دوت مش واضح جدا، فكره ان هي ممكن تحقق ارباح منها، لان كمان للاسف الشديد الفضيحه حتى الخاصه بالعاب القوى، احنا كان عندنا يمكن كتير من التوقعات ان ده ممكن يبقى فيه حتى ملف للمشاركة في استضافة كأس العالم ما بين قطر وما بين دولة أخرى، ولكن للأسف يمكن قطر قدرت بشكل أو بآخر إن هي عن طريق الفساد والرشاوة، ويمكن قضايا الفساد والرشاوة السنوات الماضية كانت واضحة جدا على الصفحة، وباين جدا إن كان في تلاعب في استضافة قطر لهذا الملف، لأنها دولة غير مؤهلة تماما لاستضافة مثل هذه المحافل. نعم. القبة لا على مستوى الإنشاءات ولا على مستوى طبيعة المناخ ولا على أي معيار ممكن أن يتم اتخاذه لاستضافة هذه المحافل. نعم، دعني أختم معك بهذا السؤال دكتور علي، يعني ربما الكثير من الأشخاص يطرحون هذا السؤال في ظل تردي الوضع الاقتصادي القطري. حتى نكون صريحين، يعني قطر دولة دعني أقول غنية بمواردها، ربما كان من المفترض أنها تكون من أغلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعني ربما لم يحدث حتى هذه اللحظة. أين تذهب الأموال القطرية إن كانت قطر تعاني من انهيار اقتصاد داخلي، الكل يشكو من عدم وفاء قطر بتعهداتها فيما يتعلق بصرف المرتبات سواء كان من المواطنين القطريين أو حتى من جانب الوافدين دكتور علي؟ يمكن بشكل واضح، وده يمكن ليس بالجديد، معظم الأموال القطرية تذهب لاستثمارات في الخارج لحكامها، سواء بنتحدث عن استثمارات في بريطانيا أو غيرها من الدول الأخرى، تعاقب قضايا الفساد بتؤكد بشكل واضح إزاي إن حكام قطر غير أمناء على أموال القطريين، لأن معظم القضايا الماضية سواء بنتحدث عن قضية باركليز أو بنتحدث عن رشاوى كأس العالم وغيرها من القضايا تؤكد بشكل واضح كيف يتم استغلال أموال القطريين استغلال أمثل، ويتم ذهاب هذه الأموال لمصالح حكام قطر فقط. نعم، دعنا لا نغفل أيضا دكتور علي، يعني في ختام حديثي معك، دعم قطر للجانب التركي بالأموال لتقوم تركيا ربما باستخدام هذه الأموال في جلب المعدات ويعني العتاد لدعم الإرهاب في مختلف المناطق في المنطقة. للأسف الشديد طبعا احتواء الجماعات الإرهابية والدعم اللي بتقدمه قطر لتركيا والجماعات الإرهابية، وده كان واضح جدا يمكن في الأربع والخمس سنوات الماضية،
وكمان ازاي ان هي كان ليها دور بشكل او باخر في فكره الربيع العربي والتدخل في الشؤون الداخليه لعديد من الدول العربيه. ده اكيد بيهدر جزء كبير جدا من اموال القطريين، وفي النهايه هو الغرض الوحيد وجود قطر على الساحه والتاكيد على قوتها، تاكيد على سيادتها. لكن للاسف الشديد يعني خلينا نقول ان تدخل غير مقبول وتدخل غير يعني نعم. كمان ان قطر تبتدي ان هي تولي علاقاتها مع تركيا او غيرها من الدول على حساب الدول العربيه الشقيقه، ده في حد ذاته اكيد التاريخ لن يغفره لقطر او للحكومه القطريه. انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.